الله وبركاته. اولى ثالثه ثانوي، يا رب تكونوا بخير بصحه وسعاده ان شاء الله. النهارده هنشرح مع بعض وهنحل زمن المضارع او الماضي المستمر، الماضي المستمر الباست كونتينيوس. عايزك تركز معايا عشان في كلام مهم جدا هنقوله، كلام بيلخبط وبيتنسى، فلازم تركز معايا جدا ان شاء الله. هنشرحه الاول في السريع كده، وبعدين هنحل ان شاء الله 63 جمله من كتاب العمالقه. وطبعا كتاب العمالقة ما يتوصاش، يعني كتب يعني محترمة جدا، وأسئلة تقيلة وكويسة وعايزة تفكير، يعني مش أسئلة سهلة وكلام من ده، لأ. فعايزك تركز معايا جدا. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك اشترك في القناة عشان ان شاء الله نحل الكتاب كامل وكتاب جيم ان شاء الله. وزي ما انت عارف ان احنا نزلنا امبارح او النهارده حلقه الكتاب ابدا صح، الحلقه الاولى. اتمنى تشوفها لو انت ما شفتهاش، هيأسسك حاجات مهمه جدا، ولو انت عارف هيزود معلوماتك وهتراجع على اللي انت عارفه فهتطمن اكتر. انا كل هدفي ان انت تطمن، انا عايز اطمنك، تمام؟ انا عايزك تطمن وتبقى مرتاح نفسيا، لان ده مهم جدا. وان شاء الله ده انا هنعمله النهارده بالنسبه لزمن الماضي المستمر، لان هنحتاجه فيما بعد في الازمات التانية وفي الحوارات والوحدات اللي جايه، تمام كده؟ تمام. قبل ما نبدا كده نقول بسم الله، نصلي على النبي كده الاول. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بما ان النهارده الجمعه يعني وكده. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نستغفر كده مع بعض. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ما ننساش نحوكل بنية قضاء الحاجات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا عايزك وأنت بتقول الكلمة دي بالذكر ده، يعني تستشعره إن فعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، إن ربنا اللي بيقويك وربنا اللي بيمدك بالطاقة، تمام؟ زي المقولة اللي بتقول نحن لا نيأس لأننا نستمد قوتنا من الله، تمام؟ فهي دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عايزك تستشعرها كويس جدا، تمام؟ التلات أذكار دول مهمين جدا يا شباب في حياتك، بيسهلوا حاجات كتير جدا وبيمشوا حاجات كتير جدا في حياتك، وربنا بييسر لك حاجات كتير جدا في حياتك. الصلاة على النبي والاستغفار والحوقلة، تمام؟ نبدأ مع بعض كده على طول، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندي هنا الماضي المستمر زي ما احنا شايفين. أول حاجة زي ما احنا عارفين الأفيرمتيف اللي هو الإثبات، أفيرمتيف الإثبات. ببدأ عند الجملة زي ما احنا عارفين بتبدأ بالفاعل وبعدين was aware plus verb ing، يبقى الأفيرمتيف أو التكوين الماضي المستمر بتكون من إيه يا شباب؟ من الفاعل was aware في الماضي طبعا، وبعدين verb plus ing. شوف مثال: they were watching TV yesterday evening، كانوا بيشاهدوا التلفزيون امبارح بالليل مساء، تمام؟ جانا was preparing dinner، جانا كانت بتعد او بتجهز الايه؟ العشاء. يبقى ده يا شباب التكوين، بجيب فاعل was aware على حسب الفاعل مفرد او جمع، وبعدين verb plus ing. عندي بعد كده النيجاتيف زي ما احنا عارفين اللي هو النفي، بجيب الفاعل طبعا wasn't او weren't، وبرضه بعدين verb plus ing. نشوف مثال: they weren't watching TV yesterday evening، ما كانوش بيشاهدوا التلفزيون امبارح بالليل، امبارح بالليل، تمام؟ جانا wasn't، نفي هنا wasn't preparing dinner، عايزين انت عارف الكلام ده. الكويستشن بقى والسؤال مهم جدا، لان هيجي لنا يا شباب، هيجي لنا السؤال في الأسئلة دلوقتي، بركز فيه. ببدأ طبعا بالفعل المساعد اللي هو was aware، يبقى الفعل المساعد في الماضي المستمر يا شباب was aware، وبعدين بجيب الايه؟ الفاعل، وبعدين verb plus ing. زي المثال ده: was Jana cooking dinner، هل جانا كانت بتطبخ العشاء؟ yes she was او no she wasn't. الصفحة دي عرفنا فيها الإثبات الماضي المستمر was aware the verb ing، النفي wasn't أو weren't زائد plus the verb ing، والسؤال was aware زائد الفاعل زائد verb plus ing. طبعا كلام سهل ومعروف من سنة أولى ثانوي. شوف اللي بعد كده الباسيف بقى، مهم جدا 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 جدا. الباسيف اللي هو الايه؟ المبني المجهول. مفعول، ببدأ بالمفعول وبعدين was aware being، تمام؟ ده زمن الماضي المستمر. اي فعل مستمر يا شباب لازم في المبني المجهول بتاعه بتلاقي being، لازم في المبني المجهول بتلاقي being، وبعدين الايه؟ التصريف التالت تاني.
يبقى الباسيف في الماضي المستمر ببدأ بالايه؟ بالمفعول، وبعدين ايه؟ was aware being، تمام كده، وبعدين التصريف التالت. نشوف مثال تيفي. تيفي ده يا شباب مفعول، تمام، مش فاعل، ما ينفعش يكون فاعل، تمام. فقال لك تيفي was being watched، تصريف تالت، yesterday evening. يبقى ده زمن ايه يا شباب؟ الماضي المستمر في المبني المجهول، بدأ بالمفعول was عشان المفعول ده مفرد، being وبعدين التصريف التالت. طب هنا dinner مفعول مفرد برضو، was being prepared by Jana. يبقى المبني المجهول بيتكون من ايه في الماضي المستمر؟ مفعول was aware being والتصريف التالت، تمام كده. الكيوردز او الكلمات الداله في غايه الاهميه، بيقول لك هنا يا شباب while و as و just as معناهم بينما. بيجي بعدهم ايه يا شباب؟ زي ما هو عامل هنا while he was leaving، بينما كان يغادر يعني كان ماشي خلاص. the phone rang، التليفون ايه؟ ران. بعد while يا شباب جبنا زمن ايه؟ ماضي مستمر was والverb plus ing، صح كده؟ طب وعند جملة تانية هنا جابها بزمن ايه؟ الماضي البسيط، تمام؟ الماضي الايه؟ البسيط. يبقى while بيجي بعدها جملة ماضي مستمر، وبعدين الجملة التانية ماضي بسيط. طب when، مش while بس، while و as و just as، اعرفهم كلهم. when عندما بيجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط، اهي ماضي بسيط. while the phone rang he was leaving، بينما او عندما رن التليفون هو كان ماشي. طب during، مهمة جدا during دي، خلال او اثناء، بعدها اسم، بعدها اسم وليس verb ing، زودنا عندك يعني بعدها بيجي اسم وما ينفعش اجيب verb plus ing. during the party، اثناء الحفلة، I received many presents، انا تلقيت عدة او العديد من الهدايا، تمام كده. يبقى during بيجي بعدها اسم، تمام. on عندما، بعدها بيجي ايه؟ verb plus ing، بس ركز معايا في on دي شوية. on seeing the accident I called the police او the police، عندما رأيت او عند رؤية الحادث اتصلت بالبوليس. هنا يا شباب الحدثين كان فيهم فترة بينهم، يعني حدثين زي دول اللي انا شفت الحادثة واتصلت بالبوليس، في الغالب او في الطبيعي هل بيبقى في فرق بينهم؟ يعني انا مثلا هشوف الحادثة وافضل شوية مثلا اروح اشرب عصير ومش عارف ايه وافضل اشوف الحادثة واتفرج وبعدين ابقى اتصل على البوليس او الطوارئ، ولا بتقوم شايف الحادثة على طول بتقوم متصل على طول اول حاجة تعملها؟ فقلنا هنا بستخدمها لما يجي حدثين ورا بعض متتاليين بالظبط، حدثين متتابعين بشكل فوري، حدثين ورا بعض بالظبط، والتاني بيبقى نتيجة رؤية الحدث الأولاني. يعني هو اتصل بالبوليس نتيجة رؤية الحادث. فهنا يا شباب الحدث لما يجي أن، شوف الحدثين قريبين من بعض جدا أو في الغالب بيبقى الحدثين لازم يجوا ورا بعض جدا ولا لأ؟ لو ورا بعض جدا لازم يبقى أن، عند رؤية الحادث اتصلت بالبوليس على طول، وفيرب ايه؟ ing، تمام. طبعا on بيجي بعدها ايه؟ فيرب ing، تمام، بتساوي when، تساوي when، when بيجي بعدها جملة ماضي بسيط، وon بيجي بعدها فيرب ing، تمام. yesterday، امس، Jana was studying at 7 yesterday. قال لك yesterday ومدة زمنية، لما يحدد لك الوقت كده في الماضي زي at 7 دي بالظبط كده اعرف ان الماضي مستمر. امس وجايب لك ايه؟ مده زمنيه. this time، هذا الوقت، علامه للماضي. this time بتدل على ايه؟ علامه للماضي، او this time وزائد علامه للماضي زي ما شايف المثال ده. this time last year، هي دي العلامه بتاع الماضي last year. I was studying in Italy، أنا كنت بأدرس في إيطاليا، تمام. اللي بعدهم مهمة جدا because و as و since، كلهم معناهم إيه؟ لأن.
لأن بيجي بعدها السبب. He couldn't answer the phone. هو لم يستطع الرد على التليفون. As لأن ممكن أجيب because ممكن أجيب since تمام بدل as. He was praying لأنه كان بيصلي لأنه كان يصلي. يبقى عايزك طرف حاجتين مهمين أو تلات حاجات هنا. إن during بيجي بعدها اسم. إن on بيجي بعدها verb by ing والحدثين يكونوا ورا بعض على طول. إن because وas وsense معناهم لأن بيجي بعدهم السبب وفي الغالب بيبقى في مضارع ماضي مستمر. تمام؟ أتمنى تكونوا فهمتوا الحتة. وطبعا الباسيف أساسي معايا ما يتنساش لأنه بيجي كتير جدا 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 في أي زمن الباسيف ما تنساهوش. تمام. اللي بعد كده يا شباب لحظة اللي بعد كده بقى بيقولك ايه اليوسز. اليوسز اللي هي الاستخدامات. اليوسز اللي هي يا شباب الاستخدامات. اول حاجة للتعبير عن حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي زي ما قلنا هنا امس ومدة زمنية ده وقت محدد في الماضي. this time ومدة زمنية او علامة على الماضي. تمام. he was playing all morning yesterday. all morning اهي حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. while I was التاني التعبير عن حدث كان مستمرا في الماضي عندما وقع حدث اخر زي ده لما كان ماشي التليفون رن. تمام كده. while I was having lunch لما انا كنت بتناول الغداء the phone rang التليفون رن حدث قطع الحدث التاني. التعبير عن حدثين ركز بقى في دي كان مستمرين في نفس الوقت في الماضي. حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت في الماضي وما فيش واحد قطع التاني ولا واحد جه يم التاني. تمام تمام. فبقول هنا while she was preparing dinner he was watching TV بينما وكان أو هي كانت بتعد العشاء أو بتجهز العشاء هو كان بيشاهد التلفزيون. هنا في كم حدث يا شباب؟ حدثين. طب في حدث قطع التاني؟ لا. يبقى الاثنين ماضي مستمر. يبقى الاثنين ايه يا شباب؟ ماضي مستمر. تمام. النيوتس اللي بقولها لك في النص دي اعرفها. تمام. لازم تبقى عارف. اكيد ان شاء الله انت عارف. اللي بعد كده ملحوظات مهمه جدا. بجيب was او while بديل حالات while بقى حالات ايه while. اول حاله معايا بيقول لك ايه بجيب while وبعدين was او where طبعا بيبقى في فاعل طبعا was او where verb by ing والجمله الثانيه بتبقى ايه ماضي بسيط اللي هو verb plus ed او تصريف الثاني او الفعل الشاذ ده معناه حدث قطع حدث زي ده I hurt my back while I was working in the garden. بينما كنت اشتغل في الحديقة انا ايه اذيت ظهري او جرحت ظهري. تمام. فانا حدث قطع حدث. طب التاني استخدام التاني was aware طبعا while في الاول was aware verb plus ing والتاني was aware برضو plus verb ing ده معنى ايه حدث او حدثان في نفس الوقت ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت او في الصفحه اللي قبلها. هو بيلخص لك هنا while I was studying English my mother was cooking لما انا كنت بذاكر انجليزي ماما كانت ايه بتطبخ. طب بعد كده بينما فاعل was where صفه مكان صفه او مكان او صفه وبعدين مكان وبرضو الناحيه الثانيه ايه ماضي بسيط. ركز كده في دي اذا كان الفعل verb to be نستخدم ماضي بسيط بعد while بمعنى لو ال verb to be الاساسي او الفعل to be الاساسي يعني ايه فعل be اساسي يجي امتى فعل verb to be يجي اساسي اللي هو was where امتى يجي اساسي لما يبقى بعده صفه او مكان. طب لما يجي مساعد لما يبقى بعده فعل اكتب الحتة دي عندك لما was أو where أو am أو is أو are سواء يعني am أو is أو are في المضارع أو was أو where في الماضي
بيبقوا مساعد، بيعتبروا فعل مساعد لو جه بعدهم فعل. طب بيبقوا فعل اساسي امتى؟ لو جه بعدهم صفه او مكان زي ده. While I was in Banha I met an old friend of mine. بينما كنت، ده فعل اساسي ماضي بسيط، فعل اساسي ليه؟ علشان هنا اللي بعده مكان. تمام. بينما كنت في بنها انا قابلت ايه؟ صديق قديم لي. عدم وجود فاعل مهم قوي دي. while وبعدها ايه؟ رقم 3 4 بقى. while وبعدها الفيرب بلس اي ان جي، مفيش فاعل ولا واز ولا ويل ولا اي حاجه. امتى بقى يا شباب؟ عدم وجود فاعل بشرط ان يكون الفاعل واحد في الجملتين. اتفقنا ان احنا عندنا جملتين، جمله اهي وجمله اهي. قال لك بجيب الفيرب اي ان جي على طول بعد وايل لو الفعل اللي هنا هو الفعل اللي هنا. تمام. نشوف مثال. وايل بينتينج ماي هاوس، بينما ادهن منزلي I fell off the ladder، سقطت من على السلم. مين اللي بيدهن؟ الاي انا. ومين اللي سقط؟ برضو الاي انا. فهنا الفاعل واحد، الفاعل واحد في الجملة دي، اللي حصل هنا واللي حصل له هنا الفاعل واحد. فقال لك عادي ممكن تجيب الفيرب بلس اي ان جي عادي. تمام. بعد وايل، وهيجي لنا جملة في الاختيارات الوقت، ركز. هنشوف بقى هي الفاعل واحد ولا الفعل مختلف، ركز فيها. التالتة او الحالة الخامسة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي ايه؟ وايل وحرف جر. وايل وايه؟ وحرف جر. والجملة التانية بتبقى ايه؟ ماضي بسيط. ماضي ايه بسيط؟ يمكن ان يأتي حرف جر بعد وايل، يمكن ان يأتي حرف جر بعد ايه؟ بعد وايل. تعال كده نشوف مثال، بقوم جايب مثال الناحية التانية اهو. وايل in the office. While in the office he received a call from his wife. بينما هو في المكتب تلقى مكالمة من زوجته. تمام كده. يبقى while، نرجع تاني كده while، شوف حالتها. تمام. اهم حالتين دهم، الرابعة والخامسة في غاية الأهمية. إمتى يجي بقى بعدها ING؟ لو الفاعل نفس الفاعل في الجملتين. طب إمتى يجي حرف جر؟ عادي ممكن يجي حرف جر عادي بعد وايل. تعال نشوف اللي بعد كده. when بعدها past simple اللي هو ماضي بسيط، وبعدين past continuous ماضي مستمر، أو when ممكن تيجي في النص. تمام. برضو بعدها ماضي بسيط، وبعد هنا ماضي مستمر قبلها. طب during قلنا بيجي قبلها إيه؟ بعدها اسم الجملة التانية، ماضي بسيط. طب on verb ing وبعدها ماضي بسيط، وطبعا بتدل على سرعة حدوث حدثين في ورا بعض في وقت معين. تمام كده. تمام. وهنا just as المثال اللي فوق ده، just as I was walking home I saw an accident. بينما كنت أمشي للمنزل أو كنت راجع البيت شفت حادثة. تمام. شوف المثال اللي بعده. أو important notes اللي هي نقط مهمة جدا. يمكن أن يكون الحدثين مع when و while في الماضي المستمر. الله، يعني الحدثين مع when و while ممكن يكونوا في الماضي المستمر. يعني بعد when ممكن أجيب ماضي مستمر، وبعد while ممكن أجيب ماضي مستمر. نشوف المثال كده. While Jana was watching TV, Tua was studying English. حدثان مستمران. بينما جانا كانت بتشاهد التلفزيون، Tua كانت بتذاكر إنجليزي. طب هنا When I was first interviewing people I was asking too many questions. بينما أنا كنت، يعني كنت بجري أول I was first interviewing people، كنت بعمل حوار أو بجري حوار مع ناس. I was asking، أنا كنت بسأل أسئلة كتير. عندما، عادي ممكن يجي بعدها ماضي مستمر. طب لو جاب لي يا مستر جملة when وفي الاختيارات ماضي مستمر وماضي بسيط، أختارني إيه؟ مش هيجيبها لك.
تمام، ولو جابها لك هيبقى فيها علامة واضحة امتى تختار دي وامتى تختار دي، ولما تجينا اوريها لك ان شاء الله. يمكن استخدام اون، ركز بقى كده في الحتة دي، بدلا من وين دي اللي انا قلتها لك، وياتي بعدها الفيرب اي ان جي زي ما قلنا لتوضيح توالي الاحداث. ده اللي انا قلته لك، لتوضيح ايه؟ توالي الاحداث، يعني الاحداث بتحصل بسرعه ورا بعضها. On arriving he found the light on، اول ما وصل لقى النور مفتوح. هو مش لسه هيوصل ويقعد شويه وبعدين يدرك ان النور مفتوح، لا هو وصل، لا اول ما فتح الباب لقى النور مفتوح، ف ورا بعضه على طول، توالي الاحداث. يمكن استخدام during بدلا من while، يعني during بتساوي while بس بيجي بعدها ايه؟ now. زي ما قلنا during the game he got hurt، اثناء اللعب او الماتش اتعور. غالبا لا نستخدم الماضي المستمر مع افعال الحاله، التملك، الادراك، الشعور، زي like. يعني ايه افعال الحاله يا شباب؟ يعني افعال ما فيهاش حركه، افعال ما فيهاش حركه، مش عشان تعملها مش محتاج تتحرك علشان تعملها، زي الحب مش محتاج تتحرك عشان تحب، زي القرب مش محتاج تتحرك عشان تقرب، زي الرؤية مش محتاج تقرب عشان تشوف، زي الشم smell مش محتاج، understand تمام يفهم برضه مش محتاج كل ده عشان ايه، مش محتاج حركة. زي المثال ده I tired، مفروض I tried the cake to see how it tastes، مفروض tried يا شباب مش tired، مفروض الاي هنا بعد الار. I tried the cake، انا جربت الكيكة لرؤية كم يعني كيف مذاقها. it tested، ما ينفعش تقول was testing. لا تستخدم او لا نستخدم الماضي المستمر لوصف احداث متكررة في الماضي، يعني احداث متكررة في الماضي كانت عادة عندي مثلا في الماضي، ما ينفعش اقول ماضي مستمر. وهنا مثلا بقول when I was a child he we walked to school، عندما كنت طفل كنا ايه، المفروض كنا اطفال مثلا، يعني هنا قبل اي وهنا قبل وي، لما كنا اطفال كنا بنمشي المدرسة، دي حدث متكرر فمش هينفع يجي في الماضي المستمر. تمام. يمكن ان نستخدم بعد when verb ing، وغالبا تعبر عن عادة او شيء يحدث بتكرار، عادة او شيء يحدث بايه؟ بتكرار. شوفنا when eating fast food I felt ill، لما باكل كتير، لما العادة دي بتبقى عندي باكل كتير بشعر بالتعب او المرض، بشعر بالايه؟ التعب او المرض. تمام، دي كانت نوتس مهمة جدا. شوفوا اللي بعد كده، نحل بقى شوية مع بعض كده. نقول بسم الله، أول واحدة بيقول لك يا شباب while we TV my cousin suddenly arrived، لما كنا ايه تلفزيون ابن عمي فجأة وصل. watched ولا are watching ولا were watching ولا watching، هنا جايب لي while وبعدها فاعل، يبقى تبقى ايه؟ were watching، لما كنا بنشاهد التلفزيون ابن عمي وصل. طب مش هتنفع، ده مضارع مش هتنفع، ده ماضي بسيط مش هتنفع، لان ده الفعل كان مستمر لما كان بيشاهد التلفزيون. واتشنج الوحيده مش هتنفع عشان فينا فاعل، فلازم يجيب بعدها قبلها فيرب تو بي اللي هو واز او وير. وايل هي واز بلاينج فوتبول، لما كان بيلعب كوره، هي اند بروك هيز ليج، لما كان بيلعب كوره ده كان مستمر اهو، يبقى الجمله الثانيه ماضي بسيط، هو وقع كسر رجله. هي فيل ولا was falling ولا fall ولا falling بس، هي عايز ماضي بسيط هتبقى fell، هي fell. تمام. اللي بعد كده while I was studying، لما كنت بذاكر، ماضي مستمر اهو بعد while. my father a book، بابا كان ايه كتاب، كان بيقرأ كتاب. reads ولا was reading ولا were reading ولا read، ها هتبقى يا شباب was reading. قال له ليه يا مستر خدتها مضارع مستمر هنا وهنا مضارع مستمر، علشان الحدثين ما قطعوش بعض، الحدثين ماشيين مع بعض عادي، ده كان بيذاكر انا كنت بذاكر وهو كان بيقرا كتاب، مفيش اي حاجه اثرت على اي حاجه تانية.
تمام. طبعا ده مضارع بسيط مش هتنفع، وده ماضي، ده ماضي مستمر بس طبعا ماي فاذر ما بتاخدش وير، بتاخد واز. ورد طبعا ماضي بسيط مش هتنفع. رقم 4 I a well known actor when he told me to be quiet. تمام. انا ايه؟ كنت بعمل انترفيو مع ممثل مشهور عندما اخبرني ان اكون هادئ. طب ايه يا شباب؟ had interviewed ولا was interviewing ولا were interviewing؟ تمام، واحدة واحدة كده. انا كنت بعمل انترفيو عندما اخبرني، وان هنا يا شباب جه بعدها ايه؟ ماضي بسيطه told، يبقى قبلها اي هتاخد ايه؟ ماضي مستمر. هاد ماضي تام ماليش دعوه بيه خالص، ده ماضي ده ماضي بسيط ماليش دعوه بيه برضه. وير بتاخدش اي، ما بتاخدش وير، بتاخد واز. يبقى تبقى ايه يا شباب؟ I was interviewing a well-known actor when he told me to be quiet. أنا كنت بعمل بقرأ معاه حوار عندما أخبرني أن أتوقف عن الكلام أو أكون هادي شوية. When the phone rang، لما التليفون رن، I my lunch، أنا كنت إيه في الغداء بتاعي؟ كنت بعمل إيه في الغداء بتاعي؟ كنت باكله، كان مستمر. had ولا I am having ولا was having ولا will have؟ طبعا هتبقى was having. لما التليفون رن انا ايه؟ كنت بتناول الغداء. طبعا ده مستقبل ماليش دعوه بيه، طبعا ده مضارع مستمر ماليش دعوه بيه، ده ماضي بسيط ماليش دعوه بيه. ليه؟ لان ده كان الحدث المستمر. الباب رن او التليفون رن عندما كنت اتناول الغداء. طبعا هاف هنا معناها يتناول، محدش يقول لي معناها يمتلك، معناها يتناول، بتيجي بالاستمرار عادي. What at midnight last Saturday، ماذا منتصف اليوم او نص النهار امبارح او السبت اللي فات؟ had you done، have you done، did you do، were you doing؟ حدد لي الوقت هنا يا شباب. at midday يعني في منتصف النهار، حدد لي الوقت اللي حصل فيه الفعل في الماضي. يبقى ماضي مستمر. فين الماضي المستمر؟ السؤال فين الماضي المستمر؟ ده ماضي تام مش هتنفع، ده مضارع تام مش هتنفع، ده ماضي بسيط مش هتنفع. يبقى دي اللي هتبقى ماضي مستمر. ده ماضي ايه؟ مستمر. where you doing، what were you doing at midnight last Saturday، كنت بتعمل ايه السبت اللي فات بعد الظهر او في منتصف النهار. رقم 7 from 7 to 9 yesterday، من 7 ل 9. حدد لك الوقت يبقى ماضي مستمر على طول. فين الماضي المستمر من غير ما تقرا؟ I a certain task as I was asked، انا كنت بعمل مهمه معينه اتقالت لي زي ما اتقال لي اعمل المهمه دي فانا عملتها. يبقى I was doing. اللي بعدها as تساوي while و just as. I whom last night، تمام كده. it started raining، بدات تشتي. لما كنت ماشي اولا as بيجي بعدها ايه؟ ماضي مستمر. فين الماضي المستمر؟ while I was walking، while I was ايه؟ walking. ماضي تام مش هتنفع، مضارع تام مش هتنفع، ماضي بسيط برضو مش هتنفع. رقم 9 بيقول لك هنا ادم تشيس اول داي يسترداي. اول داي مده زمنيه تمام كده او تعبير زمني، وعندي يسترداي امس، يبقى ماضي مستمر. ادم بلايد ولا واز بلاينج ولا از بلاينج ولا هاد بلايد؟ طبعا تبقى ماضي مستمر. لما يحدد لك الوقت يا شباب، قيام الفعل او حدوث الفعل في الماضي، لما يحدد لك الوقت او التعبير الزمني بيدل على الوقت اللي حصل فيه الفعل، باخد ماضي مستمر. ماضي بسيط مش هتنفع، هنا ماضي ده مضارع مستمر مش هتنفع، وده ماضي تام برضو مش هتنفع. تمام، دول كان اول 9 جمل، اتمنى تكونوا استفدتوا. تعال نشوف اللي بعد كده. رقم 10 بيقول لك هنا I couldn't watch the film as my brother a football ماتش، انا ما كنتش عارف اشاهد الماتش لان because او as او since بعدهم يجي مضارع او ماضي مستمر، يجي ماضي مستمر معناهم لان. فين الماضي المستمر؟ my brother، انا ما كنتش عارف اشاهد الفيلم علشان اخويا كان بيشاهد الماتش. يبقى was watching ولا had watched ولا has watched ولا watched،
طبعا هتبقى was watching ماضي مستمر بعد as و because و since. طبعا ماضي تام مش هتنفع، مضارع تام مش هتنفع، ماضي بسيط برضه مش هتنفع. just as بتساوي while بتساوي as، يجي بعدهم ماضي مستمر. I whom I saw an accident، بينما كنت امشي او راجع للبيت لقيت حادثة. مش لسه حالين دلوقتي؟ ده بقى ايه؟ are walking ولا walks ولا walking ولا was walking؟ while I was walking، لما كنت ماشي لقيت حادثة. طبعا walking لوحدها مش هتنفع، walks مضارع بسيط مش هتنفع، مضارع مستمر برضه مش هتنفع. I felt really sick، كنت حاسس بالتعب جدا. the party ايه؟ الحفلة. so I went to home، لذلك انا روحت. when during while on، هنا ده يا شباب اسم ولا فيرب رايس ان جي ولا ايه بالظبط، ولا ماضي ولا ايه؟ ده اسم، ايه اللي كان بيجي بعده اسم يا شباب؟ سامعك يا ليه بتقولي during، وبرافو عليك. during while مش هتنفع، on مش هتنفع اللي بيجي بعدها فيرب ان جي، وon مش هتنفع اللي بيجي بعدها فيرب ان جي، او جملة ماضي بسيط او جملة ماضي مستمر. what when your father returned home last night، تمام، كنت بتعمل ايه لما باباك رجع البيت امبارح؟ will you be doing، ده مستقبل ماليش دعوه بيه. have you done، انا بتكلم في امبارح مش في المضارع التمنه. are you doing، ده مضارع مستمر مضارع دلوقتي، انما بتكلم في last night. يبقى what were you doing، كنت بتعمل ايه لما بابا رجع امبارح، يبقى هنا what were you doing. 14 at the time my father arrived we chess، في الوقت اللي بابا وصل فيه we chess، عايز اقول كنا بنلعب شطرنج. طبعا at the time قلناها at the time، الجمله اللي بعدها بتبقى ماضي مستمر. we're played، ده مبني للمجهول في الماضي البسيط ماليش دعوه بيه. are playing، انا بتكلم في الماضي ما بتكلمش في المضارع، تمام. we're playing، we were playing ممكن ماضي مستمر، played ماضي بسيط مش هتنفع، يبقى ايه؟ we were playing، بابا لما رجع كنا احنا بنلعب شطرنج، تمام. what between 9 and 12 yesterday morning، ايه اللي كان بيحصل امبارح من الساعة 9 للساعة 12، حددك الوقت في الماضي يبقى ماضي مستمر. said the detective، detective اللي هو المحقق، ماذا انت كنت بتعمل امبارح من الساعة 9 للساعة 12؟ يبقى you had done ماضي تام مش هتنفع، وبعدين التركيب غلط اصلا، had you done ماضي تام برضه مش هتنفع. were you doing، ماذا كنت تفعل، ممكن. you were doing، لازم اجيب where قبل you فمش هتنفع دي، يبقى الاولانيه دي هي اللي صح، رقم سي. what were you doing، ماذا كنت تفعل الساعه 12 من 9 ل 12 امبارح. this time last year، this time وبعدين مده بتدل على الماضي. i in brazil، انا ايه في البرازيل، ها. was living ولا had lived ولا lived ولا had living، في الوقت ده في الوقت ده في السنة اللي فاتت، أنا كنت عايز أقول أنا كنت عايش في البرازيل، كنت عايش فين يا شباب؟ في البرازيل، ها، كنت إيه؟ was living، was living، تمام. اللي بعدها he made some new friends، هو كون بعض الصداقات الجديدة. his stay in Cairo، أثناء مكوثه أو إقامته في القاهرة. رقم 16 دي يا شباب، رقم 16، تعالوا كده نرجع نتأكد، يعني هو بيقول هنا الوقت ده السنة اللي فاتت، بس هو حدد الوقت this time last year بيجي بعدها ماضي مستمر، ممكن تبقى lived برضو لأن المنطقة أو الوقت خلص. تيجي نرجع نشوفها بسرعة، واحدة واحدة كده مع بعض، وهنرجع ونشوفها. it's time، اهي it's time علامة على الماضي، هذا الوقت، يبقى ماضي ايه مستمر، زيها بالظبط، يبقى ماضي مستمر صح، يبقى احنا كنا صح ماضي مستمر، تمام، مفيش مشكلة. نرجع نتأكد عشان يبقى كل حاجة صح، يبقى هتبقى فعلا زي ما احنا قلنا ماضي مستمر. ليه بقى ما خدناش ليفت؟ علشان هنا this time بعدها مدة زمنية في الماضي أو حاجة حصلت في الماضي، يعني تعبير في الماضي، يبقى الجملة اللي بعدها ماضي مستمر. اللي بعدها هنا
قلنا هنا هو كون بعض الصداقات أثناء مكوثه في القاهرة. His stay إقامته، ده اسم يا شباب ولا إيه؟ اسم اللي كان بيجي بعده اسم during، ما تنساش أبدا. At 5 o'clock last Monday، في الساعة 5، الساعة 5 الاثنين اللي فات، I on a bus on my home on my way home، أنا كنت راكب الباص فين؟ وأنا راجع البيت. Was where had been was being، ها ماضي مستمر، ماضي مستمر. اوعى حد يقول له was being، I was being. تمام، ليه يا شباب مش هتنفع؟ ده مكان on a bus، تمام، مكان، واحنا قلنا المكان بيجي قبله verb to be كفعل أساسي اللي هو was. was ليه؟ was عشان ده مكان. طب ليه مش was being؟ علشان verb to be أصلا لا يأتي مع ال ing، verb to be لا يأتي مع ال ing، تمام. لو فعل أساسي، لو هو فعل أساسي يعني ازاي يبقى الفعل الأساسي verb to be، والفعل سوري الفعل المساعد يبقى verb to be was، والفعل الأساسي كمان يبقى verb to be وحطه ال ing؟ شغلانة مش هتنفع. طبعا I were مش هتنفع، هي بتبقى I was، و I had been برضه دي مبني المجهول ماليش دعوة بيها في الماضي التام. رقم 19 بيقول لك هنا there are always economic crises wars، دائما هناك أزمات اقتصادية. economic crisis أعرفها أزمات اقتصادية، عايز أقول أثناء الحروب أو في الحروب. wars دي إيه يا شباب؟ اسم ولا إيه؟ ولا بيبقى ING؟ اسم، يبقى تبقى during برضه، تمام؟ during. while مش هتنفع لأن بيجي بعدها جملة ماضي مستمر، أو verb ing. as بعدها جملة ماضي مستمر، when بعدها verb ing أو ماضي مستمر أو ماضي بسيط. هنا عندي اسم بس فتبقى during. رقم 20 مي into the forest yesterday morning، مي كانت بتمشي في الغابة امبارح الصبح. هنا قال لي morning، حدد لي الوقت، يبقى ماضي مستمر. are trekking ده مضارع بسيط، لحظة ده مضارع بسيط مش دعوة بيه. وير تريكينج مي مفرد مش هتاخد وير. هاد تريكت ده ماضي تام مش دعوة بيه. واز تريكينج، هي دي يا شباب، واز تريكينج كانت بتسير في الغابة امبارح الصبح، تمام. ده 20 جملة. تعالوا نشوف الباقيين. بيقول لك هنا وات يسترداي وايل ذا ماتش واز بينج برودكاستد، ماذا كنت تفعل بينما الماتش كان يبث؟ قال له واحد يقول لي يا مستر، طب ما هي مستر اهي was وبعدها being اهي في الاستمرار اهي. هقول لك لا، ده مبني المجهول لان بدأ لي بالمفعول اللي هو the match، وبعدين was being والتصريف التالت، التصريف التالت، يبقى دي مبني المجهول ماليش دعوه بالاستمرار هنا، دي تركيبة المبني المجهول. عايز اقول ماذا كنت تفعل عندما كان او بينما كان الماتش يبث بالامس. What were you done؟ Were you done مش هتنفع. What were you doing؟ ايوه هي دي اللي احنا خدناها يا شباب وحلناها كتير قوي، دي تالت مرة او رابع مرة احنا دلوقتي. Are you doing؟ ما بتكلمش في المضارع، كان في الماضي. You were doing برضه مش هتنفع لان الترتيب الجمل غلط، المفروض تبقى Were you doing. رقم 22 while I dinner a stranger knocked on the door of my flat by mistake، بينما كنت ايه الغداء او العشاء واحد غريب خبط على الباب بالخطأ. كنت بعمل ايه في العشاء؟ I am having، انا بتكلم في الماضي مش في المضارع. having في فعل هنا، في فاعل هنا فمش هتنفع having. was having كنت اتناول، ايوه هي دي يا شباب، بينما كنت اتناول الغداء او العشاء واحد خبط على الباب، ماضي بسيط مش هتنفع لان while ما بيجيش بعدها ماضي بسيط. 23 we were doing our homework while our little brother، كنا بنعمل الواجب بتاعنا بينما اخونا الصغير كان ايه يا شباب التلفزيون، كان بيشاهد التلفزيون. had watched ماضي تام مش هتنفع لان هنا في while ما بيجيش بعدها ماضي تام، بيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي بيجي بعدها ماضي مستمر اللي هو was watching، was watching. watches ماضي مضارع بسيط مش هتنفع. is watching مضارع مستمر مش هتنفع لان بتكلم في الماضي، لما كنا بنعمل الواجب اخويا كان بيتفرج على التلفزيون في الماضي. عرفت منين ايه في الماضي؟ عشان هنا في وير اهي، تمام كده. تمام، شوف اللي بعد كده. I enjoyed seeing the view of the Nile while the plane،
انا كنت او كنت بستمتع برؤية النيل بينما الطائرة ايه يا شباب تهبط. was landing ولا is landing ولا landed ولا lands؟ زمن الجملة ايه؟ ماضي. عرفت منين؟ لان enjoyed هنا جت في الماضي، يبقى اي مضارع هنستبعده، ده مضارع مستمر هنستبعده، ده مضارع بسيط هنستبعده. طب هنا while يا شباب بيجي بعدها ايه؟ مستمر، يبقى was landing was landing، ماضي بسيط مش هتنفع. 25 just as I to school I saw a policeman helping an old woman cross the street. just as بينما انا ايه to school المدرسة I saw policeman helping an old woman cross ورأيت رجل الشرطة بيساعد ست كبيرة عشان تعبر الطريق. just as I was going ولا go ولا going ولا I am going. طبعا ده just as بيجعلها ماضي مستمر، ده بقى I was going. تمام، مضارع بسيط مش هتنفع، verb ing بس مش هينفع لان في هنا فاعل I، مضارع مستمر برضو مش هتنفع لان زمن الجملة في الماضي عشان هنا في so زمن الجملة في الماضي. تمام. 26 my mother the housework when I returned home so I helped her finish that work. ماما كانت بتعمل شغل البيت لما انا رجعت البيت لذلك انا ساعدتها ان هي تخلص الشغل ده. يبقى ماما كانت ايه يا شباب؟ was doing كانت بتعمل ولا has done خلصت خلاص ولا had done خلصت خلاص ولا لسه بتعمل الوقت حالا؟ طبعا هتبقى في الماضي لان هنا انا I helped her وطبعا when I returned لما رجعت البيت يبقى ماضي، يبقى ماضي مستمر. ماما كانت بتشتغل في الوقت ده لما انا رجعت. We were all busy كنا كلنا مشغولين while I was typing the report. كلنا كنا مشغولين بينما انا كنت بعمل الريبورت، بكتب الريبورت على الكمبيوتر. علي for the new meeting علي كان ايه؟ للاجتماع الجديد. ها او الاجتماع الجديد كان بيستعد للاجتماع. preparing تنفع، had prepared ماضي تام مش هتنفع، ما نجعل الماضي التام. is preparing ده ماضي مستمر، ده مضارع مستمر سوري، مضارع is مضارع، انما انا عايز ماضي يبقى تبقى ايه؟ was preparing. was ايه يا شباب؟ preparing. رقم 28 in the office he received a call from his wife. هنا يا شباب حرف جر، ايه اللي كان بيجي بعده حرف جر يا شباب؟ during ولا on ولا after ولا while؟ during بيجي بعدها اسم مش هتنفع، on بيجي بعدها verb ing مش هتنفع، while كان بيجي بعدها حرف جر عادي خالص او verb ing او جمله مضارع او جمله ماضي مستمر. طب after ما خدناش حاجه في after خالص لان after بتيجي في الماضي التام. تمام كده يا شباب؟ تمام. 20 معانا هنا يا شباب، نشوف نقول when I went to the workshop لما انا رحت الورشة the mechanic my car so I had to wait. لما انا رحت الورشة الميكانيكي كان ايه؟ عربيتي، لذلك انا اضطريت ان انا ايه؟ انتظر. repaired ولا is repairing ولا had repaired ولا was repairing؟ زمن الجملة يا شباب زمن الجملة ماضي لان قالك هنا went وقالك هنا had to اضطررت، يبقى انا هختار ماضي. repaired مش هتنفع ليه؟ لان ساعة الحدث كان لسه مستمر لما هو انتظر علشان كان لسه الراجل بيصلح. تمام، يبقى مضارع بسيط مضارع مستمر دي مش هتنفع، يعني مضارع ماضي تام مش هتنفع، يبقى هي يا شباب ماضي تام مستمر was repairing. While I ill I lost a lot of weight and became so thin. بينما او عندما كنت تعبان فقدت كثير من الوزن وايه واصبحت نحيف جدا. تمام، زمن الجملة ايه يا شباب؟ ماضي عشان هنا lost في الماضي و became برضو ايه في الماضي. يبقى was ولا was being ولا am ولا had been. قلتلك هتبقى was. ليه يا مستر؟ ليه يا مستر؟ عشان دي صفة يا شباب، قلتلك لما تبقى صفة او مكان بيبقى قبلها verb to be. was being مش هتنفع لانه قلتلك ان verb to be افعال حالة لا يأتي في ال ing او استمرار. I as well as my friends much yesterday morning. انا وصحابي كنا ايه؟ كتير جدا امبارح الصبح. chatted ولا was chatting ولا were chatting ولا had chat. تمام،
I as well as my friends. قاعدة as well as، ها كنا قلناها ايه؟ بتتبع الفاعل الأولاني، بتتبع الفاعل الأولاني. يبقى I was chatting as well as my friend. I as well as my friend was chatting much yesterday morning. تمام كده؟ تمام. اللي بعد كده بيقول لك هنا It was not polite of him to interrupt what I لم يكن من المؤدب، او يعني ما كانش حاجة يعني حاجة محترمة او مؤدبة منه، ما كانش تصرف كويس يعني to interrupt ان هو يقاطع ما ايه ما انا ايه يا شباب was saying ما كنت اقوله what I am saying ما انا اقوله ولا will say ما ساقوله ولا will says. اولا I مش هتاخد الاس تمام، ثانيا دي زمن في الماضي تمام كده، يبقى المضارع ده مش هينفع والمستقبل ده مش هينفع عشان زمن الجملة في الماضي يبقى ماضي مستمر. 33 they didn't answer the ringing phone since they deeply هما ما عرفوش لم يجيبوا على التليفون لان they since هم ايه deeply عايز اقول كانوا نايمين بعمق sleep مضارع مش هتنفع were sleeping كانوا نايمين بعمق ممكن تنفع the are مش هتنفع تمام لانها مضارع مستمر وهنا مضارع تام مش هتنفع لان هنا الزمن didn't يبقى تبقى ايه يا شباب were sleeping were sleeping. رقم 34 while I at school suddenly an earthquake took place بينما انا كنت في المدرسة فجأة زلزال حدث زمن الجملة يا شباب في الماضي لأن هنا talk place في الماضي while I ها ده مكان يبقى I was while I was at school where مش هتنفع being مش هتنفع was being مش هتنفع أنا قلت لك إن be ما تجيش في الاستمرار. I saw a lot of tourists while in Luxor أنا شفت سياح كتير عندما كنت في الأقصر برضه نفس الفكرة ده مكان فيبقى قبلها verb to be while ايه تمام while being ولا was being ولا was ولا had been هتبقى being هلا. طب ليه يا مستر انت ما خدتش was هنا مع ان انت فوق خدت was؟ اللي يعرف يقول لي اللي يعرف يقول لي ليه انا خدت being او being. رقم 35 اكتب لي يا مستر رقم 35 احنا خدنا being عشان كذا وكذا تمام كده هسيبك كده ما نشوف انت مركز معاه ولا لا. The moment I saw her اللحظة اللي انا شفتها فيها she the washing up later she ironed her skirts هي كانت بتغسل تمام كده ولاحقا هي ايه بدأت تعمل ال تكوي السكيرتس بتاعتها او ال اللي هي الجيبات بتاعتها تمام. Did ولا was doing ولا has doing ولا is doing ها she ايه شباب في الماضي she was doing the ايه شباب the washing up. اللي بعدها 37 I was washing my dad's car at it yesterday tomorrow by it yesterday yesterday ها هنا ماضي مستمر يبقى لازم تذكر الوقت يبقى at it yesterday يبقى at it yesterday tomorrow مش هتنفع نتكلم في الماضي by it دي ما بتجيش في الماضي الماضي المستمر yesterday لوحدها مش هتنفع. Working hours I felt active after بعد ساعات العمل بحس بالنشاط ازاي يعني بعد ما تشتغل تحس بالنشاط اكيد بتبقى مرهق جدا. While working hours I felt active working hours اوعى تقول ان working دي verb plus ing دي صفة يا شباب ساعات ها واللي قبلها working دي صفة يبقى مش while. On مش هتنفع لان ده مش verb ing دي صفة يبقى doing.
during working hours I felt active. أثناء ساعات العمل أشعر بالإيه؟ بالنشاط. He couldn't answer the phone because he a shower. هو ما كانش عارف يرد على التليفون لأنه كان بإيه؟ بياخد حمام، تمام كده، أو بيستحم. Because قلنا على طول بيجي بعدها إيه؟ verb plus ing اللي هو ماضي مستمر. رقم 40. I returned home when my mother was preparing lunch. When here means أنا رجعت البيت عندما أو بينما أمي كانت تعد الإيه؟ الغداء. تبقى إيه شباب؟ as ولا after ولا while ولا إيه وسي؟ تبقى as وإيه وسي، as وسي، sorry، as while، يعني هنا ماضي مستمر هو صح. was preparing، was preparing ماضي مستمر، وان الماضي المستمر ممكن يجي بعد as، ممكن يجي بعد ايه؟ while، تمام كده. و just as كمان. with my friends I am over the moon. عايز اقول لما اكون مع اصحابي بكون over the moon. هنا في حرف جر، ايه يا شباب اللي كان بيجي بعده حرف جر؟ ها مين في دول؟ when ولا during ولا while ولا on؟ هتبقى طبعا while كان بيجي بعده حرف جر. I didn't answer the phone because انا لم اجب على التليفون لاني ايه يا شباب؟ was praying كنت بصلي. had prayed was prayed has prayed طبعا عشان كنت بصلي. لما تيجي because او since او as وقبلها ماضي بسيط زي ده كده اعرف اللي بعدها ماضي مستمر. اللي بعد كده which of the following is structurally correct. ايه من الجمل دي يا شباب اللي التركيب بتاعها صح؟ while he came I was watching TV. اولا while ما بيجيش بعدها ماضي بسيط، came دي ماضي بسيط فمش هتنفع، يبقى دي غلط معايا كده، تمام. while watching TV he came، هنا ما فيش فاعل والمفروض الفاعل هنا يبقى I بينما اشاهد التلفزيون، فيبقى I was، تمام. while I was watching TV he came، بس مش هتنفع تحذف الفاعل، مش هتنفع تحذف الفاعل هنا وتجيب الفيرب اي ان جي بس. ليه؟ لان الفاعل الاولاني والتاني مختلفين عن بعض، لان الفاعل التاني مختلف عن الفاعل الاولاني، يبقى انا بحذف الفاعل لما يكون زي بعضه، الفاعل الاولاني هو الفاعل التاني، انما هنا مختلف فالجمله غلط. واحد يقول لي طب ما ليه يا مستر، طب ما ينفع، طب ما تنفع عادي، هقول لك ازاي يعني هو الفاعل الاولاني هو الفاعل الثاني، يعني هو وهو بيشاهد التلفزيون هو جه برضه ازاي؟ مش هتنفع. while I was دي بقى اللي كنت بقول لك عليها، while I was watching TV هنا فاعل اهو اللي هو الاي، وبعدين he came هو اتى كده الجمله صحيحه. during watching on during ما بيجيش بعدها اي ان جي خالص، تمام. يبقى ده بقى يا شباب هتبقى رقم سي، هتبقى رقم ايه يا شباب؟ سي. رقم 44. as they to the tour guide someone their money. لما هم كانوا ايه بيستمعوا للمرشد السياحي، شخص ما سرق الفلوس بتاعتهم. as بعضها ماضي مستمر، تمام، دي ماضي مستمر they، بس مش تاخد was يبقى دي مش هتنفع معايا. are انا عايز اتكلم في الماضي، مش دي مش هتنفع برضو معايا. listen برضو مش هتنفع لان جايب لي ماضي بسيط وجايب لي هنا يعني someone stealing ING على طول، مش هتنفع. يبقى يا شباب الأخيرة يبقى someone، يبقى as they were listening to the tour guide بينما كانوا يستمعون إلى المرشد السياحي، someone stole their money، شخص ما سرق مالهم. I dinner when Adel arrived so I warmly asked him to share the meal with me. لذلك أنا طلبت منه بكل حرارة وحفاوة إن هو إيه يتناول الغداء معي او العشاء. يبقى انا كنت ايه يا شباب؟ كنت بتناوله، يعني الفعل كان مستمر. زمن الجمله ايه؟ ماضي. ليه؟ لان بيقول هنا I asked him، تمام. وبعدين قال لك هنا when arrived او arrived لما وصل، ماضي بسيط، تمام. يبقى had مش هتنفع، ماضي بسيط، مضارع مستمر مش هتنفع، ماضي مستمر. لما كنت بتناول الاكل عادل وصل ودعيته اللي هو
ياكل معاه. طبعا ماضي تام مش هتنفع، لان هنا مفيش حدث حصل قبل حدث، لا هو حدث كان مستمر في فترة معينة في الماضي. تمام. اللي بعده يا شباب، she dinner when we returned home، هي ايه العشاء عندما عدنا الى المنزل، ماضي بسيط. تمام. وعندي when، يبقى اللي قبلها مضارع، يبقى اللي قبلها ماضي مستمر. doesn't make ولا wasn't made ولا isn't making ولا wasn't making؟ ها she wasn't making the dinner while او when we returned home، ما كانش بتعمل اكل. while I was cooking، لما كنت بطبخ، my husband was washing the car، زوجي كان بيغسل ايه السيارة. this mean، ده معناه يا شباب، هنا عندي ماضي مستمر وهنا عندي ماضي مستمر. تعالى نشوف. I cooked first، انا طبخت الاول، لا هو كده هي كانت بتطبخ او انا كنت بطبخ، او يعني هي كانت بتطبخ وزوجها كان بيغسل عربية، فالاثنين كانوا بيحصلوا مع بعض. the two actions، الحدثين were at the same time، كانوا في نفس الوقت، ممكن هنشوف، هو اكيد لان جايب لي مضارع ماضي مستمر وماضي مستمر، يبقى اكيد الاثنين كانوا بيحصلوا في نفس الوقت. the two action were in different times، كانوا في اوقات مختلفه، لا لما تجيب لي ماضي مستمر وماضي مستمر اعرف اللي هو لما يحصلوا مع بعض ومفيش اي تاثير. my husband washed the car first، زوجي غسل السياره الاول، لا هما كانوا شغالين مع بعض يا شباب، يبقى رقم بي، رقم ا بي. رقم 48، while the party، هنا على الباسيف يا شباب، باسيف مين يفكرني بقى الباسيف كان بيتكون من ايه؟ تمام، من المفعول was او were وبعدين being وبعدين التصريف الثالث. المفعول was او were وbeing وبعدين التصريف الثالث. تمام. تعال نشوف كده. while the party، بينما الحفلة، we were busy sending invitations to our friends، كنا مشغولين بإرسال الدعوات لأصدقائنا. تمام كده. while the party was prepared، ده مبني المجهول في الماضي البسيط، مش هتنفع ليه؟ لأن عنده while هنا، يبقى لازم يجي ماضي مستمر. while was being prepared، مفيش حاجة اسمها was being prepared. تمام. was being prepared، الحفلة مفرد، يبقى was و being والتصريف التالي، يبقى هي دي اللي صح يا شباب. is prepared مضارع بسيط في المبني المجهول، مش هتنفع. while my car، بينما سيارتي، سيارتي كان بيحصل فيها ايه؟ at the garage، في الجراج. I was having a meal at a nearby أو nearby restaurant، أنا كنت بتناول الغداء أو وجبتي في مطعم قريب. يبقى العربية، يعني بينما عربيتي أو سيارتي كانت تصلح أو كانت يتم تصليحها، كنت بتناول الغداء أو الوجبة بتاعتي في المطعم القريب. was preparing، ده مبني المعلوم، مش هتنفع، انا لازم مجهول. ليه؟ لان بادئ هنا بالمفعول my car. was being prepared، ده المبني المجهول في الماضي المستمر، was being بالتصريف التالت. had prepared، ده معلوم في المضارع في الماضي التام، ماليش دعوه بيه. prepared ده تصريف التالت بس، مش هينفع. he couldn't enter the room because it، هو لم يكن يستطع الدخول الى الغرفة بسبب انها، اتدي عائد على الغرفة هي يعني مفعول به، كانت بتتنظف. was painting، مش هتنفع لان دي معلوم، انا عايزها مجهول. was being painted، was being بالتصريف التالت، was being بالتصريف التالت. have been painted، مش هتنفع، ده مبني المجهول في المضارع، في المضارع التام، مش هتنفع. had painted ده ماضي تام، مش هتنفع. يبقى هي was being painted، was being painted. منى borrowed her friend's car، منى استعارت سيارة صديقتها. while hers، بينما سيارتها، hers دي يعني بينما سيارتها، was preparing ولا was repaired، was repairing ولا was repaired ولا was being repaired ولا repaired، طبعا هتبقى was being repaired، was being repaired. اللي بعدها، my son didn't know what he
in his trip to China. This food were different. ابني لم يكن يعلم ما ها he in his trip to China was feeding ولا has been fed ولا is fed ولا was being fed. انا عايز اقول ايه يا شباب؟ ان ابني لم يعلم ما تم اطعامه اياه في الرحله اللي راحها الصين. اكلهم كان مختلف. اكلهم كان ايه؟ كان مختلف. وبعدين الفعل فيد هو اصله فيد طبعا المصدر بتاعه بياخد مفعول به يطعم شيء ما. هنا هي دي يا شباب مفعول. ما كانش عارف ما كان يتم اطعامه به. يبقى هي كان مفعول. يبقى هي was being fed. هي was being fed مبني المجهول في الماضي المستمر. اللي بعد كده يا شباب تقريبا اخر صفحه معانا. While I was studying English ده طبعا thinking carefully جمل مهمه جدا. While I was thinking carefully بينما كنت اذاكر انجليزي ايه ده while I was studying English and to music my mother was cooking بينما كنت استمع اذاكر انجليزي و ايه الموسيقى ماما كانت بتطبخ. هتبقى listening. listen مش هتنفع لان احنا هنا تتابع. يعني عندي was studying وعندي listening فهتبقى فعلين زي بعض. مش هتعيد بقى تاني الفعل المساعد وتقول was وطبعا الاي ما بتاخدش where. يبقى هتبقى was هتبقى listening. تمام كده. doing our homework he handed it out to our teacher بمعنى مخلصنا الواجب نويناه للتيتشر بتاعنا. on being ولا on اولا on being doing being doing مش هينفع مع بعض كده ابدا. تمام كده غلط. on doing our homework عند عمل واجبنا سلمناه للمدرس بتاعنا. ممكن having been مش هينفع يجي بعدها verb plus ing. تمام having been بيجي بعدها التصريف الثالث و having برضو بيجي بعدها التصريف الثالث. having بيجي بعدها التصريف الثالث تمام في المبني المعلوم. having been والتصريف الثالث ده معناها بعد بيجي بعدها المبني للمجهول لمبني المجهول. لسه هناخد الصيغه دي في الماضي التام. يبقى هتبقى on. ليه يا شباب؟ لان خلاص يعني on doing our homework عند عمل واجبنا سلمنا للمدير. تمام كده او للمدرس. done our homework was handed out to our teacher. تمام. on being done عند اتمامه واجبنا سلم للمدرس. on being ولا on ولا have been ولا having. بصراحة يعني هي على حسب قاعدة الدرس هتبقى on being done عند الانتهاء من سلمنا ايه للمدرس. on مش هتنفع لان دي مبني المجهول وممكن on تيجي في مبني المجهول تبقى on being done. on being والتصريف التالت دي صيغة on في المبني المجهول. تمام. have been ممكن تنفع have been على فكرة تيجي بمعنى بعد الانتهاء من الواجب سلم للمدرس. have been done how our homework was handed. تمام. و having مش هتنفع لان having بتيجي في الجملة المبني المعلوم. تمام. فانا يعني دي ممكن تنفع ودي ممكن تنفع بس هناخد اللي جت عندنا في الدرس اللي هي on being done. تمام. وممكن يعني دي الاصح لان بعد ما خلصوا الواجب على طول بيسلموه مفيش فاصل. يعني انت خلصت بتسلم على طول. انما دي بمعنى بعد اللي هي رقم سي دي. فبعد ما عملت حاجة عملت حاجة تانية في الغالب بيبقى في فاصل بين الحاجتين. تمام. فدي الاصح اللي هي رقم ايه. visiting hours we got an entrance ticket for the hospital to see my uncle.
تمام. أثناء ساعات الإيه؟ الزيارة، يبقى during ساعات visiting دي صفة، visiting دي صفة يا شباب، visiting دي صفة مش verb ing، يبقى when مش on مش هتنفع، وافتر مش هتنفع، وwhile برضو مش هتنفع. عند أو أثناء ساعات الزيارة، إحنا خدنا تذاكر من ال من المدخل، وإيه والسمح علينا إن إحنا نخش نزور عمنا أو خالنا. Arrested the thief was taken to prison. During ولا on being ولا while ولا having؟ طبعا هتبقى on being arrested. On being arrested دي زي القاعدة بتاعت كام؟ زي القاعدة بتاعت رقم 55. During مش هتنفع لأن during بعدها اسم، while مش هتنفع لأن while بيجي بعدها verb ing، و having مش هتنفع لأن هنا مبني للمجهول، مبني للمجهول. تمام. To the plane as they were closing the gate. Have you run? You were running ولا had you run ولا were you running؟ طبعا هتبقى were you running to the plane as they were closing the gate. هل انت كنت بتجري ناحية الطيارة بينما هم كانوا يغلقون الباب؟ تمام كده؟ تمام. ده طبعا ماضي تام مش هتنفع، والتركيب غلط اصلا. هاد يو ران تركيب صح بس ماضي تام ماليش دعوه بيه، دي تركيب السؤال غلط اصلا، المفروض ار يو رانينج، وبرضه ده مضارع مستمر مش هتنفع. هاف يو ران ده مضارع تام ماليش دعوه بيه. اني بريد؟ نو اي بوت سام. يو بوت؟ ديد يو بوت؟ ديدنت يو بوت؟ وير يو باينج؟ بوت ايه يا شباب؟ يو بوت؟ ديد يو باي؟ ديدنت يو باي؟ وير يو باينج؟ وهنا بيقول له ايه؟ اي خبز، وانت عارف ان اي دي بتيجي في الجمله المنفيه، بتيجي في الجمله المنفيه، يبقى didn't you buy بمعنى ايه يا شباب؟ الم تشتري اي خبز؟ قام قايل له لا انا اشتريت، لا انا اشتريت، didn't you buy. رقم 60. while a cold drink my car was being checked. بينما كنت أتناول أو أشرب حاجة ساقعة، العربية كانت بتتصلح. having ولا was having ولا was had ولا I was having؟ ها while إيه يا شباب؟ while I was having. تمام كده؟ طب ليه مش هتنفع having هنا مع إن while بيجي بعدها الفيرب I N G؟ قول لي في التعليقات ليه مش هينفع having هنا. تمام، قول لي ليه مش هينفع having هنا في رقم 60. قول لي يا مستر رقم 60 مش هينفع having عشان كذا وكذا. تمام. رقم 61. I couldn't do the shopping. All shops had been closed. ما عرفتش اعمل التسوق علشان كل المحلات كانت قافله. ها يبقى ايه؟ لان، يبقى since. since معناها لان. until مش هتنفع، مدة زمنية before مش هتنفع، وافتر برضو مش هتنفع. اخر جملتين معايا. which of the following is structurally correct؟ ايه من الجمل دول يا شباب اللي التركيب بتاعها صحيح؟ it's time احمد go home. طبعا انت عارف ان it's time خدناه قبل كده، وبعدها فاعل، وبعدها المفروض ماضي بسيط، يبقى دي مش هتنفع. it's time for احمد went to home. دي في فور هنا، المفروض ما يكونش في فور. It's time أحمد going home. It's time أحمد went to home. يبقى تبقى رقم دي يا شباب. It's time أحمد went to home. ده الوقت المفروض أحمد يرجع في البيت. Which of the following is structurally correct؟ إيه برضو الجملة الصحيحة من اللي تحت دول؟ علي is used to watch action movies. علي is used to في is يا شباب، يبقى لازم watch ده يبقى فيها ing، يبقى مش هتنفع. علي get used to watching action movies. علي المفروض تبقى gets مش get. تمام، فمش هتنفع ان علي مفرد. علي used to watch action movies. علي اعتاد ان هو يشاهد افلام اكشن. علي used to watching، قبل watching مع ان مفيش verb to be قبل used او get او become، فمش هتنفع، فدي برضو غلط. يبقى الصحيح عندي يا شباب رقم C. الصحيح عندي رقم ايه؟ C. اتمنى يكون استفدتوا بالشرح والحل. لو وصلت لاخر جمله فبرافو عليك،
اتمنى ان حصل اي تقصير، اي رسمه، اي مثلا حاجه قراتها غلط اعذروني، ممكن تكون سهو او حاجه، لان عليا ضغط كبير جدا. وان شاء الله هنكمل معاكم في كتاب العمالقه، هنحله ان شاء الله السنه دي، وربنا يوفقكم جميعا. ما تنساش تعمل لايك بالفيديو واشتراك بالقناه وتدعو اصحابك على القناه عشان نكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.